وضوح الكلام، قصدي بهيدي الكلمة سحر انه اذا عم نفهم كتير منيح الكلمات اللي الشخص عم بيقلنا اياهم، يعني اذا عم نقدر نعرف شو هي الكلمة اللي عم بيقولها ولا بنضطر نتحذر او نطلب منه يعيدها لانه لكذا سبب، يا اما ما عم بيلفظها مزبوط او موجودة او مش موجودة بحكيه او ما عم بيشد كفاية ليطلع الحرف صحيح. شو الاسباب الاساسية لتخلينا نكبر ونحكي بطريقة ما تكون واضحة؟ اوكي، رح نبلش بالولاد الصغار. عند الصغار معقول كتير اوقات بنعرف السبب، بيكون في حدا بيلدغ بالعائلة، اوقات ما بيكون في ولا سبب. نعم. الولد عنده بيتطور، عند حيالله شخص بيتطور الاحرف، لفظ الاحرف بطريقة اذا بدك تدريجية، في احرف سهلة واحرف بيكونوا اصعب واصعب. بتلاقي في اشخاص كبار كمان اوقات اذا اكيد اجمالا بيكون حرف واحد مش كذا حرف، لانه في اشخاص الاولاد يعني بيكون عندهم كذا حرف بيلدغوا فيهم، كمان بيكون عندهم لدغة، ويا بيقرروا يزبطوها على عمر كبير او ما بيتضايقوا او تعودوا او ما بيعرفوا انه فيهم يصلحوها بكل السهوله، خاصه عند اشخاص الكبار، لانه هي بس مساله تمارين وعدد جلسات قليل وبتتصلح. كيف بتتم المعالجة؟ مع الولد بيكون كل شيء على طريقة لعب سحر، بينما مع الشخص الكبير بتكون دغري عم بتوجه التعليمات وبدنا نعمل هيدا التمارين، وهو أكيد هون المهم أنه يلتزم يعمل التمارين بالبيت، عم نحكي عن الشخص البالغ، حتى يكون عم بيتقدم بسرعة أكثر وياخذ نتيجة أفضل. فيك تخبرينا شوي عن التمارين اللي مثل ما بيقولوا الملموسة؟ إذا عندك مثلا حرف السين بديك تعلميه إنه بده يعمل ضحكة، لأنه عادة ما بيشد شفافه كتير لورا، بيلفظه بطريقة س، ما بيقول ما بيرجع شفافه مثلا لورا، بدك تعلميه هاي الشغلة أول شيء. بدك تعلميه إنه بده يسكر سنانه على بعضهم، ما لازم يطلع اللسان لبرا، ما لازم نخلي له هالمجال. وبده ثالث نقطة هي إنه وين بده يحط لسانه، بده يحطه فوق بتمه، ما يكون بالنص، لأنه هون بصير عنده مجال إنه يطلع لبرا ويلفظ بطريقة خاطئة. على طول هول مثلا عم بحكي عن هيدا الحرف، بدنا كتير نشد على هول ثلاث نقاط ونشتغل على طول، نحن نتعاون كتير بالمراية حتى يكون عم بيشوف حاله كيف عم بيقولها. صحيح، كيف عم بيقولها. واكيد في مراحل، بالاول رح نتعلم الحرف، حرف السين لحاله ما رح نتعلمه دغري بالكلمات، لانه تا يقدر يتحكم بهول ثلاث نقاط ويطلع بطريقه صحيحه معه، ويكونوا اذا بدك العضلات عم بنسقهم وقوية كفايه حتى يكون عم بيقدر يطلع الصوت، بعدين بدنا نقطع بالسيلاب، سيلاب يعني مقطع كلمه، يعني مثلا سا سو سي مثلا، بيرجع بأول الكلمات بالنص وبالآخر، وآخر مرحلة هي سحر هي بالحديث اليومي وقت يكون عم بيعبر عن أي شغلة، اللي هي إذا بدك هيدي أصعب مرحلة، لأنه هيدي أكتر وحدة بده يكون عم بيتحكم على حاله، بيكون عم بيعمل كنترول أنه ما يكون عم بيغلط، هو عم بيحكي تلقائيا مرتاح بطريقة سبونتانية عفوية عفوية، تيكون هو بعفويته عم بيقدر نفس الوقت يتحكم بحاله ويكون عم بيلفظها بطريقة صحيحة وما يكون عم بيفكر بحكيه. هيدا أصعب مرحلة، وبعدين يعني خلص بتصير عنده أوتوماتيكية إذا بدك، ما بعود يغلط بالحرف، بيصير يقوله مزبوط. قديه الموضوع بياخد وقت؟ يعني ممكن بشهر شهرين ولا هون عم نحكي عن سنين؟ لا أكيد مش سنين، لا أكيد مش سنين، حسب أكيد العمر، لقديش الولد أو الشخص البالغ بيكون هو محمس وملتزم، مثل ما عم بقول مهم كتير يكون ملتزم، تقريبا الحرف أو حرفين إذا كانوا متشابهين، انتبه إذا كانوا متشابهين تقريبا 10 جلسات تقريبا. بينما الأشخاص اللي انتبه إذا عم نحكي عن وضوح الكلام بغير حالة اللي هن الجلطة، الباركنسون، غير أمراض عم بيأثروا على طريقة الشخص، كان يحكي بطريقة منيحة مش قادر بقى يحكي بوضوح، يكون مزبوط مخارج الحروف كتير صحيحين، هون أكيد العلاج أطول.